يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد الوجوه في تفسير هذه الآية، قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فهذا في يوم القيامة، كذلك في الدنيا فإن أهل السنة تعلوهم علامة النور، وأما أهل البدع فتعلوهم علامة الظلمة، لا في قلوبهم ولا في أسماعهم ولا في ألسنتهم ولا على وجوههم ولا على أفعالهم. وهذا واضح جلي، ولو طالعنا التاريخ لوجدنا أن من بقيت لهم أسماء وسطر لهم ذكر ورسخ لهم ثناء في قلوب الناس وعلى ألسنتهم هم أهل الحق. حتى لو رأيت أهل الباطل قد ارتفعوا وعلوا فإنهم يكونون إلى خسار في الدنيا قبل الآخرة. ولا أدل من أولئك المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والرافضة وغير هذه الفرق، فإن لهم أتباعا كثر فيما مضى من الزمن، ومع ذلك أين هؤلاء في الكتب؟ أين هؤلاء في قلوب الناس؟ أين هؤلاء في ثناء الناس؟ إذا قرأت في الكتب قرأت ذما وقدحا وعيبا لهؤلاء. لكن لو نظرنا مثلا إلى أئمة سبقوا مثل الإمام أحمد رحمه الله، لما وقف أمام بدعة خلق القرآن ما الذي جرى؟ بقي الوحيد. العلماء الآخرون قد اتخذوا الرخصة من باب أنهم أكرهوا فقالوا ببدعة خلق القرآن، وقد اطمأنت قلوبهم بأنه غير مخلوق. لكن الإمام أحمد رحمه الله صدع بالحق، وذلك لما؟ لأن هذا الرجل هو الوحيد الذي بقي. لو قال ببدعة خلق القرآن لسارت هذه البدعة إلى ما بعده من عصور. ولأنه رحمه الله كان أكثر الأئمة طلابا، فلما رأى حال الناس وأن دينهم سيضلل وأن يمزج الحق بالباطل قام رحمه الله. لكن ما الذي حدث له؟ أصبح إماما. بل إن الواحد قد لا يستسيغ أن يقول قال أحمد بن حنبل، تجد أن كلمة الإمام تأتي على لسان الإنسان المسلم من غير أن يقصدها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من جاء من بعده، انظر إلى شيخ الإسلام رحمه الله لما وقف في وجوه أهل البدع، ما الذي حصل له؟ أصبح يذكر بذكر عاطر طيب جميل، وتبعه في ذلك طلابه كابن القيم رحمه الله، حتى لو عودي في هذا العصر. إنما يعادى شيخ الإسلام رحمه الله لا لشخصه، لأنهم لم يعاشروه ولم يكونوا معه في مكان وهم ليسوا معه في زمان، لكن لما يحمله رحمه الله من الحق ومن بيان السنة فهو يعادى. ولكن كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. ومثل ما يقال عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وينسب إليه أقوالا هو منها بريء، ومنهجه من هذه الافتراءات بريء، وينسب أتباعه إلى أنهم وهابيون ويلمزون ويعابون. لكن كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. فالحق أبلج. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله لما جودل وحور في العقيدة الواسطية لما كتبها رحمه الله، كان هناك علماء سوء، علماء بدع، فوشوا به إلى الأمير، فقال الأمير: لنعقد مناظرة. فعقدوا مناظرة 3 مرات، وقد أخرسهم وألجمهم، حتى إنهم قالوا للأمير إنه يقول إن هذه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. قال: لا، ليست عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، إنما هي عقيدة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحق أبلج واضح، لكن قد يدلس على الناس ويدلس على البعض